الشرف والشهامة، انسى الايام الصعبة وبالمحبة اللي مش راحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا. ورد ومحرة ونارنجي احلى الاسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 بالصبر بيتحلوا، بس العوايني رح ينهانوا وينزلوا. والخاين يا ويل ويل ويا ويلو من الله، والخاين يا ويل ويل ويا ويلو من الله. الله 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 عصام. من حقه العصام يفرح بعرسه ويفرح رفقاته معه. ما إلا لا سيدنا، معلش المرة زرع عبداني الله يرضى عليك، معلش يا أخي. فهمت أنا، عرس ما في، بس الدخلة قلت له حاخذ رأي الزعيم، الدخلة يوم الخميس الجاي، شو رأيك زعيم؟ الله يتمم على خير. المهم يا أبو عصام، أبو شهاب شاكك إنه في داسوس بالحارة. كل شيء وارد لكان، كل شيء وارد زعيم، لازم نحسبها، اللي ما بيحسب ما بيسلم. مشان هيك لازم تضل عيوننا مفتحة وتنبه على رجال الحارة يراقبوا كل غريب بيفوت وبيطلع على الحارة. لكان خلاص زعيم، أنا بنفسي حامره لعندهم منه واحد ورا واحد، لا تاكل هم. الزعيم وأبي اتفقوا، حددوا العرس يوم الخميس الجاي، بس قال بده يصير على السكيتي. على السكيتي؟ إيه، إن شاء الله ما يصير شيء تاني. بعيد الشر يا مو، ليش هيك عم تحكي؟ شو بدك يعني اقول يعني؟ لانه اللي بيحط ايده بايدين حماته ما بتنوبه الا لدوعة الاصابيع. الله يخليك يا مو، انا بعرفك مالك صحبة معه، يعني نحن مالنا معه شيء، نحن بدنا من هالحزمة عود. عود؟ ايه، الله يسعدكم يا ابني. جميلة، دلال، تعوا ساعدوني، ما بقى الا يقدن الظهر. يا بي أنا رايحة، بدك مني شيء قبل ما أروح؟ عمي أمانة إذا عتست شيء بتخبرنا، بتجي شفيقة بتخدمك بعيونها بقية حياتها. صبحي، مشان الله بتدير بالك على أبوك. مسيك صبحي مسيك، أعوذ بالله شو عم تحكي؟ ولك مسيك بتعتازون، وبتدير بالك على أبوك وخصوصا هالكم يوم. يلا شفيقة خلينا نتيسر. خاطركم. الله معك أختي، الله معك صبحي. مع السلام. الله معك. الله معك. الله تكون بالبيت مالها براته مثل العادي. أنا أبو حاتم، أختي أم زكي الحقيني دخل عرضك، يظهر أم حاتم عم تطلع.
استناني دقيقتين لألبس ملايتي واجي اخي. يلا بسرعة دخيلك. يا هو وين نايمة عدي؟ انا افتح الباب. مين؟ انا ام بدر. ايه يلا دكي دكي. يامو شو يامو معتز مين على الباب؟ هاي جارتنا ام بدر يامو. فوزية شو بدها بهالوقت؟ شو بعرفني ما حكي. كبير الشاي خير فوزية شوفي؟ تقبريني يا سعادة بسي اوعيكي بسرعة وتعي معي ام حاتم عم تلد وبدها ايانا نحضر ولادتها وان شاء الله ولادتها ميسرة مسكينة الى ساعتين عم تطلع عم تتوجع كتير. طيب استنيني لألبس ملايتي جاية معك. يلا بسرعة. شوفي سعاد جارتنا بها شي؟ ام حاتم عم تولد وبدها ايانا نروح نحضر ولادتها. معلش روح ابن عمي. شي بصير ما تروحي؟ روحي رأسا يلا الله يرضى عليكي بوشك لعندها وبتضلي عندنا تلد. الله يفرحك يا ابو حاتم وولد ويعطيك على ابنيتك يا رب. صباح الخير يا فراس. صباح الخير ابو نصر. الحمد لله على صباح الخير يا زعيم. الله يخليك يا الله. يا الله يا كريم. صباح الخير يا ابو عاتب. اهلين مبارك بالسلام عليك. شلونك؟ الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا حبيبي؟ والدي والله معصر جي يا ابو عصام معصر جي. صار لها عم تطلع من بعد العشاء هلا ما كان بشي حال بس امسكي ضلت عندها هاتي بركي ان شاء الله بهالساعتين ثلاثه بيمشي الحال. قول الله ان شاء الله خير توكل على الله. هلا انا وياك نصلي الفجر في حالي وبعد منها تجي لعندي مني على الدكان افتحها على بكير بشرب كاس الشاي من روحي. انت خليك بعيد عن البيت خلي نسوان تاخذ راحتها. اي والله شرف معي ترى. يلا يا رب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميلة دلال. جميلة دلال وينكن يا بنات؟ نعم يا مو. وين أبوكي وإخواتك؟ كل واحد راح على شغله يا مو. يبعت لي حمى إن شاء الله. وراحوا من غير ما يكسروا السفرة؟ لا يا مو كسروا السفرة بس أبي طلع على الدكان من الصبح ولهلأ ما رجع. أبي كون فتح الدكان. صباح الخير يا مو. صباح النور. ولدت أم حاتم يا مو؟ لا لسه ما ولدت. أنا جاي أطمن عليكم وأرجع لعندها. دلال جميلة شو بدي وصيكم؟ بتنظفوا البيت منيح منيح وبتعملوا صحن برغل مع اللحمة. بقيان عنا لبن من مبارح. بدكن شي؟ لا يا مو ما بدنا شي مع السلامة. يا مو إذا ولدت أم حاتم خبرينا ها؟ إيه رح خبركم. يلا جميلة انزل اشتري قبل الديار. بالله شو حضرة جنابك شو بدك تعملي؟ عندي طبخ شكلي قاسي. وليش مو أنتي تصطفي وتنظفي الأرض؟ شو؟ حبيبتي أنا الكبيرة هون أنا اللي بأمر وأنت بتسمعي كلامي. لا مصدقة حالها ست الحسن والجمال. مبسوط هلا؟ دوق شوية من النار اللي شعلتها. دوق الحرمان من الابن. ابكي علي ابكي مثل ما بكيت اولادي علي وحرمتهم مني حرمت منهم. ابكي بس انا ما دخلني ما دخلني. انت اللي طلعت بوشي. انت شو بدك يعني اعمل الان؟ خفت انك تخبره. شو بدك يعني اعمل؟ خير يا عمي شو في؟ معروف مات يا صبحي. أمر الله يا
عذابي أمر الله. أمر الله. أنا السبب. أكيد أنا السبب. اللي عملته كتير يا دعشر. كتير. دم أبو سمعة برقبته. شو عملت بحالك؟ شو عملت؟ ما بكفي سرقت وقتل وكمان حلفت يمين كذب؟ ولك على من عم تكذب؟ على الناس ولا على رب العالمين؟ هاي مات ابنك معروف. شو بدك بقى من هالدنيا؟ شو؟ كنت ناوي تطعميهم حرام ما؟ تعطيهم ذهب ملوت بالدم؟ يا دعشر. يا ظالم. يا ابي شبا احكي لي، فضفض لي. والله اللي عم تعمله بحالك هذا كثير. معروف مات وانا اللي قتلته، وامك كمان انا قتلته. بحياتي ما كنت حنون عليكم، كل عمري كنت قاسي وما في بقلبي رحمة. صلي على النبي يا أبي، صلي على النبي. ما بيجوز تحكي هالحكي. رح أعمل لك كاسة شاي تروق فيها دمك. وين الأرجيلة يا بحاتي؟ صلي ساعة طالبها. عمي مسلم ماله هون. عجبك استنى اهلا وسهلا، ما عجبك الله معك. حاتين شو صاير عليك؟ روق شو حكى الرجال؟ بده أرجيلة. عمي هلا تجي الأرجيلة، بس يجي مسلم. طول بالك انت. صلي على النبي يا حاتين. شو صاير راس؟ ان شاء الله ما بتسمع غير اخبار طيبه. روق بس روق. يا ابو عصام قلبي قامطني قامطني كثير. ام العيال صارت جايبه 7 طن ما عصلج مع الطلق هيك. هي انت قلتها من تمها، يعني مو اول مره. انت بس صلي على النبي وروق. صلي على السلام عليكم. عليكم قاسم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله. شو ما صار شيء؟ لسه سيدي يا عم. قول الله يا رب. قول الله يا رب. أبو فراس تعرف لي من هذا الواقف مع الصيف وعطاه مصاري؟ لا والله أول مرة بشوفه بالحارات. غريب. على خير الله يا سيدي. أهلي يا فراس. بالسلامة يا حبيبي. الله يخليك. صطيف وحدوه. لا إله إلا الله. مين هذا اللي كنت واقف معه وعطاك مصاري؟ عرفتك. شو بقى؟ عرفتك انت الحرامي. اول ما عرفت مصاري هذيك المره. سمير عرفتك انت يا حرامي. اتركني انا برجيك. لا يا الله. لا شو بعرف لي خليفه؟ قلت لي اوعي الشاشون. هذا اللي خلصني المصاري هذيك. يا سستيب هذا ابو سمير. اتركه بقى. انا برجيك. روح الله معاه. روح. شو يلا يا شباب، كل واحد يروح بحال سبيله. الله معكم. يلا اتحركوا. شو القصة أبو سمير؟ شو في بينك وبين الصيف؟ ما في قصة ولا شيء. أبو عصام خبرني مشان أخذ بالي وراقب كل غريب بيدخل على الحارة. لو شوي شفت الصيف واقف مع واحد ما بعرفه وعطاه مصاري، ولما سألته عنه دبقني. ما بتعرفه من سعاد؟ أنا كل ما بيجي لعندي على الدكان بلعوه. الله وكيلك ما كان هيك، لك قاعد عندي آكل شارب، شو سره ما بعرف، يعني معقول ما يعرفني؟ أخي هذا على البركة. ما شفته من يومين لما اجى على الدكان لعندي واخذ سحارة بندورة ونزل فيه تفعيس، ما خلى ولا وحده ساق. نعم. شو ابو مسلم عم يركض؟ ما رمى السلام كمان؟ الله اعلم. تعال تعال حتى نشوف. تعال لك. تعال دير بالك على الدكان يا ولد. الله اكبر. شو قلت؟ شو قلت؟ عم اقول لك البيبة بدي خبرك انه اجاك حاتم. وصلنا وصلنا لما وصلنا. اي حاتم اجا. الحمد لله الحمد لله يا ابو عصام. الحمد لله. لك شفت ما بعد الصبر لك. الحمد لله الحمد لله. يا شو في؟
ليش عم تباركوا له ابو حاتم؟ شو ابو حاتم؟ ابو حاتم صار ابو حاتم الحق وحقيقي جاء الصبي. ان شاء الله الف مبروك يا رب. ان شاء الله الف مبروك يا رب. يا رب الله يبارك فيكم ويخليني اياكم تموت تماما. انت موت يا ابوي تماما. يرضى عليك تماما. ان شاء الله تكون ام حاتم ولدك وان شاء الله يا رب يكون صبي. وليش يعني صبي؟ اي لانه البنت مصيبه. أصلا يا ريتني كنت صبي، كنت بطلع وبفوت على كيفي، مو بضلني محبوسة بين أربع حيطان. هلا نحن مصايب بلال. ها إجت إيدي. شو يا مو شو جابت أم حاتم؟ ولدت صبي. الله تعامل صبي بعد سبع بنات. اللهم صلي على النبي على هالوش مثل القمر. يا ألف الحمد لله، والله فرحت لها لأم حاتم من كل قلبي، لأنه جابت صبي وعلى كبر. يوه شو كبرها؟ أم حاتم من جيلي. لكن شو رأيك يا مو تجيبي لنا شيء؟ أخ إيه والله بنتسلى فيه. اتتسلي بحق جلدك انت وياها. روحوا روحوا كملوا شغلكم لشوف. والله اذا الله طعمني صبي على كبر ما بقول الا ام حاتم شهتني الحبل اليوم. وليش لا؟ يلا يلا شرف ابو حاتم. ابو عامر على راسي والله. ليه مسا ليه شرفتوا؟ كفر 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 كفر. يلا سلام على الحلو. على راسي عم يا ابو خالد. لا تخلي حدا ابدا. عم يا برجو شرف. عم يا برجو صحيح عمك متوجع حلو ولحمه. ايه عمي سبع ايام بالتمام والكمال. يا ريت الله بعث له توم. اليوم عم صبي حمدين وسلم. ان شاء الله الف مبروك ابو حاتم. الله يبارك عمرك. هي الصيف. ايه حبيبي شيخ الفضل. شيخ الله يسلمك. الحمد لله الله عوضه. والله الله يرضى عليك. ايوه يا ابو غالي. الحمد لله الحمد لله. خير ليش ما تعرف؟ لا انت بتعرف انه عم حاتم اجا ولا مش هان هيك عم يوزعوا لحمه؟ روح لحق حالك بسرعه. روح انا يا ابو ديبو. شرف ديبو على راسي. انا ايش غالي. ان شاء الله ربي الف مبروك. ان شاء الله ربي يرضي بيتك ويعزك ودلالك. بعد بعد الغالي بعد رشة حرمة. ان شاء الله تاكل يوم الصحة والعافية. حاتم بالبيت. تعال تعال تعال. هلا بنروح ما بدك تاكل يا بي؟ حرام كله حرام. حرام شو؟ والله ما عم بفهم عليك يا بي. إلك كام يوم لا عم تاكل ولا عم تشرب، حتى ابريق الشاي ما عم تشربه اللي عم بعمل لك اياه. حرام تضل على لحم بطنك. حرام. طيب بتحب لقمك بايدي؟ ما بدي اكل. بس يا بي لك قلت لك ما بدي اكل. منع من وش يتركني. ما بدي شيء. لك ما بدي أكل ولا أشرب ولا دهب. اتركوني. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شرف سيدنا. شو هدول ابو ابراهيم؟ رح اقول لك يا زعيم ورح اقول لكم جميعا يا اخواني. لما وصلكم الخبر انه اسمي انا رح ينكسر بالسوق واوصل لمرحله اعرض دكانتي للبيع وقفتوا معي ورتبتوا قصه اللي رمالي كيس الذهب على ارض الديار. واليوم بعد ما بقدم لكم شكري وامتناني لكم جميعا رح اخبركم اني رجعت وقفت على اجري بالسوق والحمد لله. الله ساعدني وقدرت رجع تجارتي حتى اكون اقوى من الاول ولميت هالمصاري يلي اعطيتوني اياها وكانت دين برقبتي. وصار وقت اني رد لكم اياها وبقول كلمه واحده انا بس، لولا وقفتكم جنبي ما كنت هلا قاعد بيناتكم. يعني هالمصاري مانك بعزتهم ابو ابراهيم؟ الله عوضني يا زعيم، عوضني والحمد لله. واللي انسرق مني من هون لسنة إن الله راد بعوضه كله. يعني زعيم هل دفعته اللي حيرجعوا لي؟ في عنا كذا موضوع بالحارة لازمهم أخدوا عطب بيناتنا نحن أهل الحارة.
هيك امي؟ ايه حلالي في عينك ان شاء الله. مين قال لك تلبسي فستان العرس؟ ايه عم قيسه لحتى اشوفه اذا حلو علي ولا لا. ولك يا جذبه ما بصير ما بصير النوب ناقصتين وحده خابه ما تفهم علي. ولك الوحده ما بصير تلبس فستان عرسها قبل العرس، بيقولوا فالو مو منيح ما بيسوى على صاحبته. عم تفهمي امي؟ ايه انا شو بيعرفني ما حدا قال لي. بدك تجيبي لي السكتة دي قومي اشلحي اشلحي بسرعه. حاضر. يا خوفي يا خوفي حماتك تطبعك وتضبك تحت جناحاتك وساعتها القي يا ذكيه اذا كنتي بتلقي. اربعه هدول اربعه حيايا وبدهم يتحكموا فيكي سعاد وبناتها. ليش يا مو؟ هيك يا مو لانك حبه وعلى نياتك طالعه لابوكي. لك اخ الله يرحمك يا ابو توفيق، هي خلفه تركت لي اياها هي. دريتوا انه الإدعشري ما عم يطلع من بيته؟ فقد ابنه ابو قاسم والضنا غالي كثير. الله يخلي لكم اولادكم. ما بيجوز الحزن ولا الاعتراض على حكمة رب العالمين. والله وانت قلت يا شيخي. خلاص من بكره من بكره منروح منزوره ومنطمن عليه. اخي منه من ونسه ومن طيب خاطره ومنه بنعمله شبنا مع ابن حارتنا، ولا شو رايك زعيم؟ عمل الخير ما بده سؤال ابو عصام. من بكره بتروحوا لعنده وبتواسوه بتطالعوا من اللي هو فيه. اي والله يا زعيم كلامك جواهر. حاكم ما في ابشع من حبسه الرجال بين اربع حيطان، ولا لا ابو مرزوق؟ وليش عم توجه لي الحكي لي؟ ليش في يوم من الايام اشتكيت لك انه مرتي مسكره علي الباب وما عم تخليني اطلع من البيت؟ بنهز الورده لجنبه ابو مرزوق. اهلين ابو غالي شلونك؟ يا عبيد والحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمار عم يزحط مطلوع وبزول، قلتك بده حدوة جديدة؟ بده طقم حداوي، تعال بتراح. ورا أكيد. ساعده بتنزيل الحمل. يلا تعمي تعال. خلينا نعرف نشتغل فيه. تعال. فوت أبو غالي تعال شوف تعال. شلون السوق معك؟ دائي. إيه على طول دائي. لك حمية الله بشكره. الحمد لله. قلي. شو صار مع بحارة الضبع؟ جبت لي اخباره؟ من بعد ما مات معروف الإدعشري حابس حاله ببيته وما عم يطلع منه بنوه، والحارة عم تحضر لعرس عصام ابنه لأبو عصام. هلأ شو بدي بعصام وبأبو عصام؟ بدي اخباره لأبو شهاب. شو بيعرفني؟ والله ما عم شوفه لأبو شهاب بنوه. شنو عم يطلع من جهجهة الضوء على البواكية وما عم يرجع لآخر الليل؟ عقيد أنا حابب أعمل تفنجي. تفنجي بعرس ابنه لأبو عصام، شو رأيها؟ يا عين عليك يا أبو غالي. مرات تفنجاتك بتعجبني، ومرات الحمار اللي برا بيفكر أحسن منك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللي عم تعمله بحالك يا إدعشري ما بيرضي لا عدو ولا حبيب. شوف هاي صالح الله يرحمه، ابنه للزعيم مات، بس الزعيم ما عمل بحاله هيك ولا حبس حاله جوات بيته. ابنك معروف راه لرحمة ربه وسبحان الحي الباقي. هاي باية عندك صبحي الله يخلي لك يا ويديمك فوق راسه. بقى الله يرضى عليك يا إدعشري ترجع لشغلك. ونصيحة مني نصيحة مني إلك يا ابني، صلي على النبي ولا تقطع فرض. ايه لك إدعشري شو صاير عليك؟ لك عمي كل عمرنا بنعرفك قلبك حاضر مثل الحديد ما شاء الله حوله. شو صاير له؟ شو نسيان حالك؟ ايه سيدي شو رأيك تجي لعندي على الحمام؟ ابعت ورا عصام خليه يشيل لك دقنك، وخلي ابو كرم يكيسك ويحممها، ومالك علي يمين لخليك تطلع من الحمام شاب ابن 20. هيدا عشرين صرنا ساعدين عندك ما حكيت ولا كلمة، سايرنا لك اخي. اذا حابب تحكي او تفضفض قول، واي شيء بتقوله نحن جاهزين. واخذوني أنا تعبان. مشان الله ما تواخذونا يا جماعة. بس أبي مدري شو صاير له، صاير عم يهلوس، شي بيتخانق مع حاله وشي بيقول لي إنه أمي وأخي الله يرحمهم ما ماتوا، قال إن قتلوا قتل. قتل؟ اتقي الله، شو هالحكي؟ أعوذ بالله لك عمي. شو هالحكيات؟ انسى عمي انسى. هلا بعد شوية مطلع عند مني، خد شوية يانسو تغلي له ياهو وتشرب ياهو، هن فاترين ناح بيروقوا بيهدوا هدول. وإذا أبوك ما تحسنت حالته بقى خبرنا، بركة دم نلاقي له حلي. هلا خليه يرتاح، باين عليه كثير تعبان. يلا تفضل
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا عم شو منكم؟ يا ميت أهلين وسهلين. شرفتونا بثيابنا. أبوك هو اللي قتلني بعد ما تمشى بسرقة ذهبات أبو إبراهيم. يعني أبي طلع حرامي وقتل قتله كمان. أكيد رب العالمين عم ينتقم منه وموتني حتى يعتبر من كل اللي عمله. أبوك لسه ما أخذ جزاء كل شيء عمله، لكن في الله هو اللي شايف، هو اللي عارف، هو اللي بيحاسب الكل. لك يوم يا ظالم الله ينتقم منك يا إدعشان. لك يوم يا ظالم. ولكي وبعدين لك بدي نام، بدي نام. شبك يا عبي؟ شبك؟ بدي نام، أنا تعبان يا أبي، تعبان. والله يا أبي بعرف إنك تعبان. شو بتحب ساوي لك؟ ساوي لك كاس زورات؟ لك بدي نام، أنا عم أتوجع، عم أتوجع يا صبحي. طيب روح لعند أبو عصام جيب لك دواء. عصام يا أبي أنا مستعد جيب لك دواء لو كان بآخر الدنيا. دوائي ما حدا عنده منه يا أبي، ما حدا عنده منه. شبك يا أبي؟ شو صاير لك؟ والله أنا خايف عليك يا أبي. أنا مالي غير أخي معروف، ما معروف اللي كنا ناكل سوا وتشرب سوا ونروح الشغل سوا، معروف اللي كان يدافع عني ودافع عنه. مات. والله ما بصدق اللي صار. فكروا منامه وكابوس وراح فيه منه. سامحني يا أبي، أنا كان مش حالي من يوم الحادثة لهلأ لأني شايفك تعبان. عم بحاول ما أفكر باللي صار. بس أخي معروف ساعته معي بالغرفة يا أبي، ما قدر طلع باليوك. شو شلواله أواعي الدم. سامحني يا ابني، سامحني، أنا كنت ظالم معكم، ظلمت وظلمت أخوك معروف وظلمت أمك الله يرحمها وظلمت شفية كمان، لأنه جبرت على جوازي من أبو دراع هي ما كان بدها إياها. لو ما طلع أصيل وابن حلال وحصنها وداراها وحطها بعيونه كان زبها ضل برقبتي ليوم القيامة. نعم يا أبينا، نعم. استنى البي أول يا أبي، وإذا اعتزت شيء أنا هون قاعد جنبك. يا شام يا عيون يا حنون يا جنون ترابك من جدودي هواك معبودي انت اللي بتجودي وناسك سلام ترابك من جدودي هواك مع عمى. والله لما حد حدا مرق من هون شو مني شو عم بتخيل انا؟ والله بجوز في صوت.
العمل شو بيكون؟ يا شي كلب يا شي قط. اكيد كلب اختفى بسرعه لانه ريته هنا يا حق. تفضل يا جماعه. هلا يا فارس يا حق. يلا يا ميت اهلا شرف عمين. هاي بطلوعه مشان يبرق. اهلا يا ابو مرزوق. طمني فيك. كنت شاكريه امبارح يا ظريف. يسلموا ودي ادر. حط لي شاف الدين الله يرضى عليك. هاي شاف الدهنه كمان. يسلموا يسلموا. روح حاتم. شو هذا مرزوق؟ لحمه. هلا كل يوم بدك تاخذ حلو لحمه على حساب ابو حاتم. وشو اللي زعزك اخي؟ الزلمه بده يوزع لحمه وحلو طول الجمعه. ان شاء الله انت اللي دافع حقهم. لا بابا انا ماني دافع حقهم، بس هدول الفقراء والمساكين مو لك. ونحن فقراء ومساكين؟ انت شو دخلك؟ شو هالكسرة الغلبة؟ روح شوف شغلك. روح. لا اله الا الله. يا لطيف على البني ادم شو عينه فارغه. يا ابي بشير. امرك يا ابي. لحق العجينه الثانيه بسرعه يرضى عليك. وينك؟ بتلاقي العجينه بالواع الخشب بالرف الفوقاني. امره. ولا تنسى تيم شيفت عجينه لتخميره بكره باذن الله. ما بنسى. السلام عليكم. صباح الخير ابو بشير. صباح الطه. مرحبا عمو بشير. اهلا اهلا وسهلا. شو ليش تاخرت اليوم؟ اسكت يا ابو بشير اسكت. اليوم كان رح يطلع خدقي على الافنديه اللي بالبلديه. خير شو صار؟ يا اخي هالافنديه اللي بالبلديه ما بعرف منين بيطلعوا لي بهالفرمانات. قال شو الحمار اللي معي واللي عم اشتغل عليه ما بيصير الا يكون من عندهم، يعني هن اللي بده يسلموني حمار. شه قال لهم ما بدي حمار. هلا الحمار من عندك مو احسن له؟ قلت لهم يا ابو بشير قلت لهم، وانتم طولتوا علي وعلى ما اجانا حمار وما جبنا وما اشترينا. قالوا لي ما بيصير، الحمار اللي عم تشتغل عليه مو مسجل بدفاترنا، لازم تجيبه نسجله ونسلمك اياه، يعني عهده. ايه وشو عملت؟ قلت لهم ما بسلمكم اياه وبدي بيعه. ايه قلت لهم ابو بشير، وانتم لازم تسلموني دابه من دواب البلديه. قالوا لي ما عندنا دواب وبدك تستنى، والحمار ما بتصير تبيعه لانه رح نصادره. شو هالحكي؟ بعدين ليش هيك عم يسوي معاه؟ ما بعرف. المهم بلا طول سيرة عليكم، رحت سلمتوا الحمار ورجعوا سلموني اياه، وقالوا لي بس تنتهي خدمتك تجيب لنا اياه. قلت لهم ايه سيدي ماشي الحال، من هون لخمس سنين يا بيكون مات الحمار، يا بكون انا متت، يا بيكونوا ماتوا هن. بس هيك احسن لك. يلا بيطلع لك كم قرش حق اكل الحمار. يا سيدي بلاهم هالكم قرش اللي عم يعطوني اياهم حق اكل الحمار، واللي ما بيطعموا نمله وبدهم يحاسبوني اذا الحمار صار له شيء، وناقص اللي قالوا لي طعمين شقف وكباب ونجاص وتفاح وهريسه وعوامه. هات خبزات ابو احمد. ابو طه. حاضر معلم. شرفك يا ابو احمد. يسلم ايدك ابو طه. كتر خيرك. السلام عليكم. على السلامه. قوي هالنار شوي ابو طه، كانه النار كمتت بالفرن. السلام عليكم اخي ابو بشي. اهلين اختي مسمعو. اهلا وسهلا. هات خبزات مسمعو يا ابو طه. حاضر معلمي. شرفي يا اختي. يسلم هالايدين. كتر خيرك. الله يطول عمرك يا رب. اي اختي مسمعو شو اخباره سمعو؟ والله يا اخي موت انضب اجته وراح، لهلا ما عاد شفته. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يصلحه. كان عايش بين اهله وجيرانه، وكان عم يشتغل عندي وعم عامله مثل اولادي. ليش هيك سوا ما بعرف. والله يا اخي عززت فيه. ما بعرف هالولد راسه يابس تنح، ما حدا عم يسترجي يحكي معه كلمه. انا حرمه ضعيفه وما حقدر عليه، بس لما بيرجع ابوه وان شاء الله بيرجع بجاه محمد بدي افتن له عليه، خليه حاكي يلاقي له شي حل معه. يلا خاطرك اخي. مع السلامه اختي مسمو. والله معك. طه. نور معلم. يرضى عليك شوف لي شي ولد يحوس بيناتنا وودي الخبزات لبيت الجيران، مو حلو الحريم تيجي على الفرن. تمر امر. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك معلم. ايه يا ميت اهلين وسهلين. مزكي شرفي. بقامتك فوزيه خانم. يا ميت اهلا وسهلا. كيف بقى صار وشرفتيني بهالزياره؟ ايه لا فوزيه خانم، اللي بيسمعك بيفكر لا لي عم زورك ولا عم بلفي عليكي. ايه لا تزعلي مني امزكي، يعني المعاتبه على قد المحبه تقبريني، وانا لولا ما بحبك تزوريني ما بحكي معك هالحكي. صدقيني يا فوزيه اني بخجل اجي لعندك، لانه جوزك على طول قاعد بالبيت مثل النسوان. ايه لا تقبري قلبي، ابو بدر عم يشتغل. أخذ دكانة بسوق ساروجة وإله شهر ما عم يرجع على البيت قبل العشاء. أخ الحمد لله. حاكم ما في أبشع من قعدة الرجال بالبيت. المهم هلأ قليلي شو الأخبار؟
صحي مثل ما سمعت انه عرس عصام ولطفية الخميس الجاي؟ شوفوا زي خانو، على اساس ما بتعرفي ولا عم تغشمي حالك؟ الك سعاد جارتك الحيط بالحيط، هذا غير القرابة اللي بيناتكم شو بنا؟ بشو بدي احلف لك انه ما عندي خبر ولا حدا قال لي لحتى غشم حالي. وكمان ما انعزمتي على العرس؟ لا حبيبتي انا ما حدا عزمني، بس يمكن ابو عصام عزمه لابو بدر على تلبيسة الرجال. يو وفريال ما عزمتك على العرس بنتا؟ لا إيه لا ما تعزمك، معلش تقبرني لا تأخذيها، هي دمها بارد. إيه بعدين نحن ما بدنا عزيمة، من أمتى كنا خزيت العين نعزم بعضنا على أفراحنا وأحزاننا تقبريني؟ إيه لا والله حبيبتي أنا ما بروح لحالي وما أحناني، شو مالي قيمة يعني؟ إيه والله والله ما بدعس بيتها لحتى تعمل لي قدر وقيمة وتعزمني خص نص. إيه شو عم تستني حدا؟ لا والله بس عن إذنك لشوف مين في على الباب. إيه إذنك معك تشكري ياسي. مين؟ أنا فريال بتحي فوزية. لك يا ميت أهلين وسهلين فريال خانو. عبد المأهل تقبرين بتحي. كيفك؟ تمام. عندك حدا؟ عندي أم زكية. يا لطيف شو بنت حلال، هلأ هلأ كنا جايبين سيرتك بالخير أنا وياها. فوتي فوتي يا زكية. يا ميت أهلين وسهلين، تفضلي تفضلي. هلأ نحن مجبورين ننظف لأوضتها للست لطفية وكل يوم كمان. سدي حلقك ولي وجيبي المي لهون، مالك شايف الجهاز مليان غبرة؟ حاضر. بصير تفوت مرت أخوكي على أوضتها وتلاقيها مليانة غبرة، شو بدها تحكي علينا؟ آه يا عمو بدنا ننفض الفرشة واللحف برا ولا لا؟ لا هدول لساتهم جداد ما حلهم يتغبروا. مسكي كملي مسا عني لروح علق على الطبخة، تشتغلوا من قلب وربها، ما بدي شغل، هات إيدك والحقني. دخلك شو يعني هات ايدك والحقني؟ ايه شو بيعرفني انا؟ انا فكرتك بتعرفي، لكن عن شو عندي حالك فهماني؟ حبيبتي انا فهماني غصب عنك. ها ليكني خلصت شغلي، كملي انتي لشوف. يا ربي انت بده يكون عندي اوضه مثل هي تكون الي ولا ابن عمي. اي والله والله ما بدي اكثر من هيك اوضه، لا اعملها جنه وقصر وانا اميره عليهم. هلا هاي الاوضه قصر وانت اميره؟ اي والله يا حبيبتي اذا ما كان عندك غير هاي الاوضه ما حتكوني غير خدامه فيها، مو اميره يا ست الحسن والجمال. تطربي ما اسالك. اي شو عم تحكي فريال خانو؟ ليش انا بدي عزيمه؟ اي والله بنتك لطفيه مثل بنتي تمام، وواجبي روح واحضر عرسها حتى لو ما جيتي لعندي، شو هالحكي؟ بعرف تقبريني قديش نغاليين عليكي انا وبنتي لطفيه، بس الأصول أصول، وعلى فكرة العرس بدنا نعمله على السكاتي ولي على قلبي كرمال ابن عمي صالح الله يرحمه. ها الله يرحمه دايما زينتين وهنا. شو وين تقبري قلبي؟ بدي لحق أعزم نسوان الحارة. امزكي انتي ما بدك عزيمة؟ لا يوم ما بدي عزيمة بنوم. يلا ها خاطركم. الله معك. وقفي خديني معي. وين رايحة انتي التانية؟ شو في عندك؟ عندي مشقة على أم حاتم، لأنه مسكينة بعد ما ولدت بحاتم حاسة بحالها تعبانة كتير. يلا لأخذ سكة. يلا خلصيني. يلا يلا امشي امشي تقبريني امشي. يلا خاطري. الله معكم. الله معك تقبري قلبي بالسلامة. الله يسلمك إلهي. الله معكم. وهي أحلى كاسة شاي أترك عشاء. اي والله الله يسلم إيدي يا أبو العز. الله يسلمك. شرف أبو الخطور. لك يعيشوا يا أبو العز يعيشوا. شرفها بشوقي. اي والله لك إن شاء الله بعد عرسكم شباب. يلا معتز يلا خاطر أنوب الهمة شباب. والله أنا ما فيني أتجوز إذا ما كان عندي بيت لإلي، اشتري من كدي ومن عرق جبيني وعيش مثل العلقة، نص بدم العالم وعيش عالي عليهم. شايل كل الشغل على كتافي، صرت مثل العلقة عم بصدم العالم وعايش عالي عليكم. انا لك يا زهرة انا عالي على اهلك، لك ما بيكفي اخذتك وانتي. انا ما عاد اقدر اتحمل، ما عاد اقدر اتحمل بنوب اخوك عم يزلي لاني فقير. قيمي ايدك عني هيك، تركوني بحالي. لك انا الحق علي، الحق علي لاني من الاول قبلت حط حالي تحت امر ابوك يوصل لهالمواصيل. الحق علي انا انا.
كريه اعملي لي بريق شاي. يعني اذا هلا حسيت لها براسي انه ما بدي شاي وما حكيت معها شو بتفرق يعني؟ ها اذا كان الحكي ما عم ينفع بحكي ما عم تسمعني، ليش بدي احكي لك؟ والله صرت مثل حكايتك يا زهره، اخوك عم يتعامل معي كاني اخرس واطرش، مفكر انه البيت وربع الدكانه اللي كتب لي اياهم ابوكي قصوا لي لساني. لا عاد بدي اكل ولا عاد بدي اشرب بهالبيت، انا خلص وصلت معي لهون. هذا الموز ابو نقطه، تازه السمك بني، السمك تازه، السمك تازه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخذ منا السمكات سيدي؟ تازة تازة. جيبنا شو؟ شغل وين هدول أخي؟ شغل طبرية، أبو حسن متصاب برجله وعم ينزف. خير إن شاء الله. شو صحيح؟ مبارح حلقت بأرض المليحة بين الشباب وبين الدرك، قاموا هربوا الشباب بعد معركة طويلة عريضة بيناتهم. وينه هلأ أبو حسن؟ متخبي مع الشباب بالجبل، بس يا من لحقه يا ما من لحقه، صار نازف كتير. ايوه فهمت عليك اخي. مرحبا حكي. اهلين وسهلين. اهلين يا فهد اخي. السمكات كلياتهم انا مايم، قديش حقهم؟ يلي بيطلع من خاطرك سيدنا. اخذناه سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. هات اللاكات. يلا يا رب. السلام عليكم. اهلين بربك. اهلين عيوني. اهلين اخي. هلا تطلع من باب الحاره بوشك عتكية، عرفتها؟ عرفتها. شي نصاع كون أنا عندي منك هنيك. ماشي سيك أخي، يستموا إيديك. الله يعوض عليك كل قرش بقلب. أهلين عيوني. السلام عليكم. سلام إيديك. الله معك. مع السلامة. أبي. نعم يا أبي. الله يرضى عليك. خلص لف الشاشية لعمك أبو شعبان وعطيه شوية درور وهي سمكات، بس تخلص منه تأخذهم على البيت. إيه أمرك. أنا عندي مني مشوار ضروري. يا أبي بدك تطول شي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رب العالمين يا داعش ما في أوسع من رحمته، وما قيمة الحياة الدنيا بالآخرة؟ الحياة فانية والموت رحمة للعباد، وزعلك وقعدتك والبيت قافل على حالك الباب ما بترضي رب العالمين. اسمع كلامي يا أبو معروف، اسمع كلامي، قعدتك بهالحالة كأنك عم تحكم على حالك بالموت. يا ريت يا شيخ، يا ريت يا ريت موت، بركة بخلص من العذابات. استغفر الله العظيم، اهتدي بالله يا 11. اللي صار صار، وقول الحمد لله على كل شيء. انا تعبان يا شيخي، تعبان. لا لا ما عم صدق. هيك معروف مات، هيك راح بلمح البصر. حسبنا الله ونعم الوكيل. وليش متضايق من خاطر؟ شو عمل له؟ ولا عم يتبلى تبلي؟ خاطر عم يحكي على رياض؟ وليش جوزة تقبريني ما بيرد عليه؟ ولا لسانه أكل القط؟ بعدين مو عيب عليه يقعد بالبيت مثل النسوان؟ وإذا كان عم يتخانقوا مشان الشغل، خلص أبوك بيحل بيناتهم. قالنا أوزي كمان على عيبه، رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. لك أهلين وسهلين بست زهرة. إيه والله والله شرفتي هالبيت يا زهور، اشتقنا لك. زهرة قولي لي لشوف في شي على الطريق؟ اغسلي ولي ضبي لسانك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا تفضل. العمى شو صاير؟ لفيت السوق كله مشان لوح نحاس ما لقيت. شو هالحكي يا بي؟ تحب اسال لك حاج وصفي؟ نحن قلنا بزبطوا خمس الواح، اخذهم عيره مشي 10 ايام. اوعك يا ابني، للسوق اصول. بحياتك ما تذكر حدا انه اخذ من عندك شيء عيره، لحاله بيرجعون. اليوم اعتاز شويه نحاس،
بكره نحن بنعتاز. وهي نحن معتازين يا بي، يعني معقول نلف السوق على كم لوح ونحن قلنا بزمته خمس لوح؟ معلش يا ابني، معلش بيتدبروا، بيتدبروا. كيف الشغل جوا؟ منيح يا بي منيح. طيب روح لشغلك يا ابني وابعث لي رياض، بدي وصيه على نقشة صواني جديدة. رياض ما اجى اليوم يا بي. ما اجى؟ ليكون صاير له شيء او لاختك زهرة. لا بعيد الشر يا بي، ما في شيء. خاطر صاير شيء بالورشة بغيابي، ما عندي خبر. الأيام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد وبحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فيني يحصد شر النداري، والعز بيرجع للي